السلام عليكم. وعليكم السلام. على أي حال أشكر الدكتور على محاضرة قيمة السيارات العمانية، بس دكتور يعني حبذا ما أدري مر معي في كتاب تاريخ الخليج العربي حديثا جمال زكريا يتكلم عن حقيقة تاريخ عماني مشرق، تمنيت لو كان يدرس في المناهج أو يعرض في من ضمنها رسالة يعني هي ما يسمى الحرب الإعلامية، والحرب الإعلامية هي تسبق في العادة الحرب العسكرية. فرسالة من القائد البرتغالي للسلطان اسمها للإمام سيد بن سلطان يقول يعني استسلموا، خلقنا من سخط الرب، عددنا كعدد الحصى لا نخشى بأسكم من هذا القبيل يعني. فرد عليه الإمام سيد بن سلطان يعني شوف الحرب الإعلامية سابقة قوية جدا يعني، فرد عليه قال له أما قولكم أنكم خلقتم من سخط الرب فهذا مقبحكم، وأما قولكم عددكم كحدد العصا عددكم كحدد الحصى فاعلم أن الجزار لا يبالي كم عدد الغنم. فحقيقة يعني تقرأ هذه الأشياء يدل على العز العمانية والعز الإسلامية وغير ذلك. فما دكتور أريد تعليق حول هذه الرسالة أو مقتطفات أو شيء من هذا القبيل، جزاك الله خير. طيب أنا دائما أردد يعني على أن عمان تعتبر من أغنى الدول على مستوى العالم في التاريخ وفي الحضارة في الإنجازات في الموروثات التي مثل ما ذكرت سطرها آباؤنا أو تركها أجدادنا عبر الفترات الزمنية المختلفة. وعندما تقرأ تاريخ عمان سوف تجد الكثير من الأشياء التي تدعو إلى الفخر بتاريخ هذا البلد وبما تحقق، سواء منذ عهد مالك بن فهم وصولا إلى الدول التي حكمت عمان عبر تاريخها الطويل، سواء دول إمامة أو دولة النباهنة أو دولة العاربة وصولا إلى دولة البوسعيد. وذكرت أيضا في البداية على أن دولة العاربة من الدول التي خلدت ليس في تاريخ عمان وليس في تاريخ الخليج بصفة عامة. هذه الدولة لا زال المؤرخون الأوروبيون يكتبون عنها لغاية اليوم بفضل ما تحقق فيها من إنجازات عسكرية ضد البرتغاليين. لكن ديروا بالكم دولة العاربة ليست فقط الصراع مع البرتغاليين، هناك الكثير من الإنجازات الحضارية والعلمية التي تحققت في عهد هذه الدولة رغم فترة حكمها القصيرة 120 سنة، يعني فترة زمنية قصيرة. ما كتبه الدكتور جمال زكريا قاسم أو ما كتبه غيره من المؤرخين العرب وكذلك الأوروبيين والخليجيين لم يأتي من فراغ، إنما هو إدراكا منهم بعظمة تاريخ عمان وبأيضا بما قام به العاربة تحديدا. تجد الكثير من الرسائل التي وجهت ليس من قبل الإمام سيف بن سلطان، حتى في عهد الإمام أحمد بن سعيد يعني لما تولى الحكم اللي هو نادر كريم خان وجه رسالة إلى الإمام أحمد بن سعيد يطلب منه دفع الجزية إلى الدولة الفارسية. الإمام أحمد بن سعيد يعني رد عليه يعني برد قوي، يعني إذا لم يتخلى كريم خان عن مطالبه هذا فلن تجيبه إلا طلقات مدافعنا، وفي ذلك دلالة على القوة على الثقة على العسكرية المميزة التي كانت تتمتع بها عمان. فكثير من النماذج تحصلها موجودة يعني في كتابات المؤرخين سواء في الخليج في العرب الأوروبيين، يعني هذا ليس بالغريب أو ليس بالجديد.